التاريخ بالحق، هذا هو التاريخ الصحيح. أعطيه. هاي السلاطين، هاي السلاطين. وي 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 وي. والله خرج منهم. هاي الرجال، أعطيه، هاي الرجال، هاي الرجال ولوا. يا زهو، يا زهو. ها آه شني؟ يا زهو. شني؟ عجب. وين مشيتي؟ تشبيك يا أخي. وقت ما عادش تسمع تروشتي يا زهو. يا ودي هاني غاصة في الكوجينة كالعادة، وين عندي نمشي وين؟ غاصة في الكوجينة، اللي يسمع يقول غاصة في الكوجينة، يقول ترى عاملة في الكوجينة، غاصة على طرف قاعدة بريك، وتعرف شربة غاصة في الكوجينة، باش تعملي في الكوجينة، باش تعملي، باش تعملي، شنو تعملي فيها في الكوجينة؟ شنو تعملي فيها في الكوجينة؟ شنو تعملي فيه؟ ها؟ غاصة في الكوجينة، شنو؟ عجب، يا أخي ما تسمعيش من بكري النادي ونعيط عليك، شبيك ما عادش تسمعي، طرشتي. اخي بيت شو فيا نعمل ترى هاني مدفونه في الكوجينه تحضر في العشاء شبيك يا اخي بي يا بي بي يا بي هالعشاء اللي يسمع في العشاء يقول ترى شو مش تعمل وانت على طرف شكشوكه وطرف فلفل المحشي عبتينا يقول ترى شو مش تعمل اسكت بارك اسكت الليله عندي حاجه جديده باش نعمل بي 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 ما نعرف الجديد بتاعك انت نعرف نعرف الجديد بتاعك انت نعرف هاني قيدتها في ورقه كيفاش تطيب كيفاش تطيب والله ما تجي نعملها تهبل شنو هي؟ انا كمونيه بتاعك الماكله الجديده ذي تي لاكانيا 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 ماكش كرانيا دي ثبت مليح لاكانيا كي هذا اسم بلي الهم الكاليبي هذا انا اسم بلي هذا ودي جميق جابوها في التلفزه انا قيدتها بالطرف بالطرف بالحاجه بالحاجه شنو هي؟ عشان طيب لاكانيا ولا لا ودي ثبت لاسبانيا ولا ندير على نفسي حصير غير قيدتها اسبانيا خير تعرفش معناها كي مثلا نقولوا مقارونه محشيه شنو شنو؟ كيف مقارونه محشيه معنا مقارونه يعطيك العافية على راسك هكا هبلتي انت وتجنيتي وجيب جيب 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 خجي المقارونه هي محشيه والله العظيم كان ما جيت صايم والله ما يحشيك فيها الكوشه هي شنو درعا نيم بعدك نحط الماكله تاكلها واسكت شمك في طاني نتصرف باهي تو نقرس والله ما نجيبها قد قد قول بيتك حاجة بيك الحقي لي للدار غاد شنو؟ هكمل المسلسل الحقي لي للدار غاد اخي مش نقص على شيء ونجيك شبيك هكا بصي كل جاي وجهي انا كيفاش تحب فيك راه كلمه واحده برا برا اجي حاشي بيك تا ودي اش تحبش بيا حاشي بيك الحقي لي للدار غاد لاباس ما لاباس الحقي لي للدار غاد لا اله الا الله تقولي حاضر رمز رمز تتكلم تقولي حاضر وانا جاي بركة باهي تا ودي تقولي مسلع كلمه واحده الحقي غاد مالا طلع هاد مالا لعب مالا لعب قد قد شوف سيدك وحي يحكم ول يجي غاد ما لالا عالنقاء راه مع السمع الكلام واخذه 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 قطعه رجوليه في هالبلاد ما لا حكايه وما لا هي والله العظيم الا الواحد كي يتفرج في حريم السلطان ولا التاج الحاضر يحط روحه ماهوش راجل الله غالب يحط روحه ماهوش راجل رجوليه قطعه يا رسول الله يعجبك واحد برد يحكم في كيف كامله نتاع عنسيه ونزاهه ومانيش قادها مالها تنوراها كيفاش تنوراها كيفاش طيبه مين يحكم يرني ربي الشنبات هكا يعطي منظر ولا شنبات هكا ولا الواحد يربي الشنبات على الاقل يولي عنده منظر حتى في وجهه يولي وجهه عنده منظر ما هي مقاله هي يقول لك شنبات تكتف برشني يا زاهو عجب ما عادش سامع المراه هذه بتذبحني والله مش خرجني من وقت يا زاهو تشبيك يا نقار شبيك بالله شنو شبيك يجي ماني قلت لك نطيب في اللاكانيا بكري غاز لاكانيا تو كبها لك على راسك اللاكانيا نتاعك هم خسيره تعملينا فيها شنو وجهك تحب؟ يقعد يقعد يا بارك يقعد اودي نصور نقص على عشية ونقعد هكا يقعد طيب جيب العشية هارب العشية طم تاكل عشية عارف اني اللاكانيا هذه ما تعمل الاخير شنو؟ اخذي ثبت في يعجبكش تو زيدي ثبت في وجهي تش عندي نثبت علاش باش نثبت شوف فما جديد وجهي 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 انا وجهك كل غرا اكل خشم مانك القطوس وعينك كلوس كلوس طم كلوت عجبك منظرك اخي ما عيطت علاش تثبتني عجبك منظرك البوت يا حسرة عليك يا حسرة انا خير هكا زعموا للرب شنبات تحب نعمل شنبات شنبات لا باش تولي كسمه هو الصديق هذاك تاع الصديق لحد شيء ندي ولا ندي بالهجوه برك ندي بالهجوه برك ولا زعما باش تحل حنوط بتاع كسكروتيت خوي خوي مالا مرا عندي الصبر ليك يا ربي الصبر يا ربي هزها خلنا نرتاح اش مدخل الكسكروتيات في الشنابيات اش مدخل ترى اش مدخل ما هو قلنا تحل الحانوت
تاع كسكروتير. هاي. شناب نعيطوا لك حاجه. هاك. كسكروت شناب. هاك. ولا شنابات. شنابات. والله مفتك. ني عرفتك ملي قلت لي لوكرانيا، ني عارفك راهو كعبله. يا حاصر عليك يا حاصر، تشوف على هذيك بعد كطيب. ملا دمار ازرق مر بري بجاه ربي بري 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 جيبي بانومي بري بري يا واخذ علاش بانومي عجب تعبي بري جيبي بانومي والله العظيم كان مش رمضان ونقول هذا الراجل يا سكران يا متكيف حاجه خذ بعض شبيه مره جيت كيف ليه راني قتلتك كان جيتك راه ملعب رزيتك في راسك عن كل شيء ضربته في دور بري قاعد اتقعد يا عاد خلينا نشوف حكايتك شنو عارف شنو نجيب لك بارو خلينا نشوف والله صلي على النبي صبروا بر حصلوني فيها عطوها لي هكاكا كنت بغمض الله غالب كنت بغمض سحروني مانيش فاهم انا البانو شو يعمل بي هاتي البانو ها هكا هو عاد الرجوليه تحب تقطعها من الدار باش راجل ملاني هني طنط لي بيك يا زهو طنط لي بيك هالايام ما جاي طنط لي بيك باهي باهي اعمل يا زهو اعمل كيما تحبي حط البانو هني حط البانو هني حط البانو هني تو نقولك تو نقولك اعمل كيما تحبي اعمل كيما تحبي باهي شنو اخر تو هاني البانو جبته لك ايش ايش وين ايش شنو اغسلي لي رجلي عاود اغسلي لي رجلي لاباس انت تو مخك تحكي بجدك لا لا نفدلك معاك ولا يا يعني والله نفدلك بجد لا حط روحك قد قد مزيف جديد نمشي نغسل لك رجلي اي نعم مزيه محسوب مو لباتك راني يا جبت لي جديد والله كي نموت كي تطلع روحي لا نعملها العمليه ليه برا برا مش تعملها مالا مي عرسنا تو مش تغسل لي رجلي برا مستحيل كي نموت لا نغسلها رجليك ليه ليه وانت بارد ليه بارد ليه بارد ليه بارد ليه بارد اهترت يا راجل مرندل ولا شبه زيك هذاك اش مزال نغسل لك رجليك كلمتي نغسل لك رجليك هذاك اش مزال والله العظيم انا نعملها كي نموت عجب باهي والله ما تخلينيش نعيش ولا استنت راه خير فت فت حتى رجليك نادلك الجيفة والله طلع حرام ما جيفة اللي انت والله ما جيفة كانت خديم انت يا بابا خديم انا نغسل لك رجليك كعبتك كسرك والله لا نعمل باهي والله هذاك اش مزال نغسل لي رجلي اهترت انت عمري ما عملتها في حياتي ولا باش نعملها مش انسى 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 كنين ها نغسل لك مقاس هاك مش تعملها اي طبعا انت راني راجل زيك وخليك اي نعم ومن المفروض تغسل لي رجليك اي راجلك مش اختي من عندك نبي نغسل لك رجليك ما تسمع الكلام ولا شبيكي شنو يا عجبتي انا صوار والله العظيم بس انا نسمع ما شوي شوي عيب لا شبيتك ما ضربتك انت ما نسيت تاكل في البلط وسيبتك وتطلع فيك انت ما ضربتكش ولا تبدي فيك اوكي لا نقول لك حاجه اقعد استنى من هنا للعام الجاي باش نجي نهار نغسل لك رجليك باش نطيب عشاء خير باهي هذاك اش مسيت طيب 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 اصبر ريح زين اصبر تاخذ ولا والله العظيم اقسم بالله ما فيكم منظمه نتاع المساواة والمرأة هذيك والأسرة اقسم بالله انا مرأة ولد بريش 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 ولا انا منظمة نتاعك انا المنظمة تمشيش معايا سمعتي تلقى رجال المنظمة هذيك شبيه ما تحبوش الراجل في البيت لحظة برك لحظة برك شوشكي برشكي تبي تشكي شحطات مرتك في راسك تو سي سي شغلي والله مشوار لحظة كوشينوني بار تحركي في المنظمة هكا تحبوا القوة حركي ملا اللعب برجك في حبي نغسل لها مكاسرة هي هي حضر راح قاطع نقول لك فيه كيفاش كسرتك هكا هو خرطناها مع لنا حتى هنا ياسر 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 سيبنا لهم في العريض ياسر هو الحق بتاع ربي حتى في الدستور ما ثم حتى فصل يمنع المرأة بس تغسل كراع رجلها وجاي قالت ما نغسلش تو نقول لك كيفاش ما تغسلش هاي تفرج كيفاش شدك لواس زبانوات زبانوات هات نقول لك لواش مساواة تامة شنو مساواة؟ كي الراجل كي المرأة تحبني نغسل لك ولا شبيك انت اليوم؟ ايش جاي؟ هاي يغسل لي رجلي حتى انا شنو؟ تحبني نغسل لك تغسل لي رجلي عجب هاي يا اخي لاباس هاي يغسل يغسل هاي لاباس ونص هاي اكراع بكراع تغسل نغسل عجب يا اخي ني المراه ولا انت المراه شكون المراه ني المراه ولا انت المراه ني مراه وانت راجل انا مساواه التام كيفاش انت راس البشبو انت قاعدين يقروا فيك راك تلاجي هذه اخر طلعه تو شكون اللي خرب فيك شبك تبدلت يا مراه ها لا تبدلت لا شيء هذاك هو شكون الند بالند راه قاعد يقدر فيك ياتي وما نحبش نضرب وانت تدي في روحك لان
بالند بالند ماكش غات لرجلي بكره ماشي غات معناتها هذيك عديت واش هذيك اكل انت ماكش غات لرجلي ها مش لازم بطل بطل شنو بطل علاش ماكش غات اخسر بكاسير علاش ماكش غات اخسر واحد لا انت شبيك ما تخدينيش علاش ما تخدينيش شبيك دوك لي غادي مال اللعبه هذه ومال الحديد بي 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 يا ابو اللي عرفني بها هذه خير طلعه ها شو عملت لها شو عملت لها دات زيتها شيء غريب ما جيتش ولا دب الراس شو عندي ما نعمل كمل المسلسل بتاعي وكهو تو نقول لك فيه تو نقول لك فيه والله لا من طول والله لا من يهديك ربي يا بابا يهديك ربي تو نقول لك فيه مش لازم مش لازم انا شنو مش لازم شنو هو المش لازم هذا اسمع لك اسمع اسمعني نقول نمشوا للحاكم نمشوا للحاكم يفض نرفع بيه اسمعني نقول نرفع بيه قضية عند البوليسية وفت الحكاية قول لي حاكم يا بابا عاد قول لي حاكم الراجل مهووش نعمله انباسوا فيه عيلة كاملة انباس اليوم باش انباس نعرف راجلي مهبول راني حزين عليك يا لقا يا حكرم يا حبيني يا اقعد غادي يا حشومية مش لازم الحاكم يفهم يا مسعود يا بابا الحاكم يفهم يا مسعود يا حشومية اليوم باش تغلق وتروح مش لازم يا عيني أقول مش لازم بيه. الحاكم يفهم مفتوح البوليسية أنا نجيب لك أعطيني بالبوليسية مفتوح الشومية باش تغلق وتروح يهديكم رب مش لازم مش لازم مفتوح مش لازم مفتوح فري على روح أحبين علي مش لازم يا ودي مولا مشي للبوليسية يا أحبين علي جب على الباب زعما زدهو شكل زدهو متعمل هيك مبري فات من ضربتها ورجعت لحد زعما على الباب على الباب على الباب موصلتها موصلها تكبروا تنشير على الباب على الباب اوات اه على الباب يا كلب اضرب فيها يا كلب يا وادي يا نجم حل الباب تنقول حل الباب حل الباب حل الباب يا وادي حل الباب تنقول ليك اليوم حل الباب حل يا كلب أبرز أبرز وانا أبرز كل أطلعنا كل أطلعنا حل الباب يا وادي يا كلب حل تضرب فيها قبل شمالي اليوم نوريك اطفوتك عليا كحشون البيضو قتل بس اليوم اللي ما رقت اليوم اللي ما نحي لك الطاس اهبط يا كلب اهبط 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 يا كلب اهبط يا كلب والله اليوم اهبط يا فار اهبط يا كلب اهبط اهبط يا فار وشوم اسمع لي على الباب 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 نرمي روحك ما تحرق روحك نرمي روحك
والله الذي لا اله الا هو الى عاد طبيني دار هذا لا وحرمت علي الراجل يا جاهل هاي هاي الراجل وخلوا بروا روحوا هاي هاي الراجل هاي الراجل وخلوا تاني هاي الراجل بروا لا هاي خلي بيني يا سلفي هاي الراجل اقل ما يدرك بني 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 يا زهو يا زهو راني نحبك يا زهو راني نحبك هكا تعمل فيه نقاه ما تكلمنيش عجب ما عادش تحكي معاك يا زهو ايش جاي كيفاش ما نحكي معاك يا زهو بشوي يا زهو يا زهو يا زهو راني وحلت يا زهو يا زهو يا زهو راني وحلت يا زهو جهبتي هكا هكا يا زهو وحلت يا زهو يا زهو تخليني معلق هكا وانا الحب يا زهو وانا الحب خويا السلام عليكم. وعليكم السلام. شو اسم خويا؟ لازل سعيد. انت معنا في برنامج بتاع مسابقات جديدة تطلع تربح. برنامج هذا مش نطرح عليك سؤال سهل مش صعيب برشا وعليه معناتها 200 دينار اللي جابة تجاوبني طول تاخو 200 دينار. باهي اعطينا ثلاثة اشهر بالهجري بالسنة الهجرية. سميني ثلاثة اشهر بالسنوات الهجرية ثلاثة. ذو القعدة ذو الحجة ومحرم رب شعب انه رمضان انت معك هذا شكون جاوب قبل سما شكون جا رجب شعب قلت 3 اشهر رجب شعب رمضان يا ودي انت تو شكون سالت انت نعم انا جاوب انا ربح جاوب انا جاوب تو انت مش قلت على اسمك هاي. قلت لك ذو القعدة ذو الحجة ومحرم لا تقريب هو جاوب قبل لما جاوبش هو قبل انا قلت لك خويا دخله هو هي مش معاك ما هوش معايا وحدي يعني. انت تو جاوب هو جاوب قبل سامحني يا ودي انا جاوبت قبل خي انت باش كنت تسال انت تسال هو انا نسالك انت لكن هو جاوب يا ودي انا جاوبت قبل ما حبينا نعرف شكون جاوب انت جاوب انا جاوبت قبل يا ودي انا جاوبت قبل يا ودي انا جاوبت قبل يا ودي انا جاوبت قبل قلت تو انا قلت ثبت روحك شكون جاوب يا ودي انا جاوبت قبل يا ودي هاونا التسجيل هاونا التسجيل غادي شكون جاوب يا ودي انا جاوبت قبل يا ودي انا جاوبت قبل تو انت تسال فيا انا اخويا واش اسمك بطل عاد هابوا معاك نسخابوا معاك ما تسخلوش معايا انت اذنت لي يا ودي نسخابوا معاك وقفوا معاك ما حبش ما حبش تفاهموا في بعضكم انا ما كيفاش باش تفضاه شوفوا كان واصلوا بعد اشوفوا مركز الشرطة كان واصلوا بعد اشوفوا مركز الشرطة انت وجهها سؤالي انا وانا جاوبت هاي جاوبت انت وجهها سؤالي انا هو جاء فهمني انت ولا شكون اذنك انت اذنت لي نسخابوا معاك انا معناتها انت تقولوا ما تكلمش اش تعمل له عاد اخذيه هو ال 200 وكا وي خلي روحك خفيفه روح رياضيه خلي روح رياضيه عندك عليه والله يا ودي ربحك انا نعطيك 20 رياضيه لا لا ماهوش روح رياضيه كيفاش تاخذ الحق شاركت معنا في كاميرا خفية خويا مرحبا بيك سلام الناس بعضكم لاباس عليكم انت على قناة الجنوبية بالضبط عنا مسابقة طلع تربح سؤال فقط 200 دينار هم حاضرين 200 دينار جاوبنا على السؤال سهل مش صعيب ركز معنا شوية اللي هو نعرف عقاب سوخ وكذا ومروح صحيح كان هذا تختمها 200 دينار اي ترى سوق تعدى مزمر اي سلام سوق مزمر اليوم اي ان شاء الله تنقذوه السوق بال 200 دينار
اي ما سمي لي ثلاثة أشهر هجري معناتها بالعربي كما نقولوا احنا. سميني 3 أشهر فقط. رجب وشعبان ورمضان. هو معاك. معايا. تعدي الإذاعة. لحظة. بشوية خلنا. بشوية. مسافر. أنت معاه. لا. أي. أنت عاود لي ترى. عاود لي شكون لي؟ رجب وشعبان ورمضان قلت. رجب وشعبان ورمضان. استغفر الله العظيم. يا دي شبيني تو انت فهمت عليه جاي الناس فهمت عليه تقول لي شبيني. وجيت الاذاعه عرفت الاذاعه. الاذاعه بتاعك هو جاي يحكي معك مو جاي يحكي معايا انا الاذاعه. وسع بالك احنا توا على برا اخويا برا 200 دينار وسع بالك برا حلال عليك صلي على النبي وسع بالك كاكا كعب عظم معلم هكا تو قالوا منك انت ما قلبتش عليك قلبته هذا مش كعب صلي على النبي والله حرام عليك والله حرام عليك وانت مش حرام عليك تو باش تفهم مش عملت انا عملت جاوبت وما في باليش مسابقه اصلا انتم جاوبتوا فرد وقت برا باش تفهم ليك عاش حاجتنا بيه هاي شكون اللي خدم انت ومتى هاد يوم له اليوم ولا ما يخدم ها ولا ما تخدم اليوم لا انت ما جاوبتش لا ها انت ما جاوبتش هذا هو اللي جاوب اسمه هو ما جاوب ولا اي هو اللي جاوب هو سلفي هو انت شو دخلك جمله واحده جاب الثاني تقول يا حلالي برا هو ما عرفش يجاوب راه وين ما عرفش يجاوب هاي مش تحرموا على روحكم من زوز يا ظلم مش لازم لو ولا ازمه مش تحرموا على روحك خويا يا صح انسى صح انسى هاي يا رسول الله يا معز انا خفت لا يضربنا ببلاتو كامل السلام مرحبا بك مرحبا بك انت معنا في برنامج بتاع مسابقات طلع تربح سؤال بسيط باش تاخذ 200 دينار توا على البلاصه باهي اذكر لنا 3 أشهر بالعربي هجريه هجري جب وشعبان ورمضان جب وشعبان ورمضان جب وشعبان يظهر لي طلع قبلك هو 200 دينار انت تابعه لا لا مانيش تابعه ها لا مانيش تابعه انا جاوبت عدني ايه هو مش معاك مش معي 200 هذوما 200 دينار هذا والله شوف وقتهم والله يجاوب قبلك يظهر لي ايه اعطينا انا جاوبت قبل يظهر لي شكون جاوب قبل؟ متعدي قلت لي اذا جيت دخلك تو هو جاوبني انا جاوبت قبلك شو اشتغلت؟ ايه ايش دخلك تو انت غاديك؟ انا والله انا جاوبت قبلك انت مش معايا مانيش معايا مانيش معايا هو دخل دخلان دخل دخلان كم شفت الاذاعة دخل دخلان ماليش مسابقة دخل دخلان ايه اعطيه فلوس اعطيه فلوس انا ربحتهم يا ديك الناس صابر معاه انا نسال فيه هو راه والله ربعنا ديك مدتهم لي تو جاوبت ولا ما جاوبتك ولا ما جاوبتكش جاوبت ولا ماكش معاه انت ماكش معاه جاوبت هادي قالك تو هو قالك ايجا تو يا مدام هذا معاك يرحم والديك اخويا 200000 ماكش معاك هو ماكش معايا ماكش معايا اي مانيش معاه ما شفتش انا تبع فيك خذ فلوسك خذ فلوسك خذ فلوسك خذ فلوسك شكون لا معلم انت سامحني ما تتدخلش انا ربحت سامحت شكون مش معاه انا سالته انا جاوبت قبل وانا اللي ربحت سامحت جاوب برا اعطيه ما تصرفوا في بعضكم اعطيك 10000 شطر اديني شطر لا علاش شطر جاوبت اعطيك شطر لا سمع هاي 10000 خويا حط اعطيه 10000 انا راني سالته هو ايه انا في بالي معاه انت تدخلت معاه انا شفت اذا عشيت مانيش معاه جاوبت مديت لي 200000 برا يرحم والديك ايه على جاوبت والله جاوبت قبلك قسما بالله يا مدام خويا جاوبت قبلك ولا ايه انت اش دخلك تو ما جاوبني لي ليه تو ما جاوبني لي ليه تو فلوس راه كيف جاوبت حتى 200000 هاي 10000 اعطيه 10000 هاي جايش تو تفهم اعطيه زيد 2000 نزيدوا 2000 لا اسمعني انا راه في بالي معاك سامحني راه اما تفهم معاه تفهم معاه اخي فك لك هو فلوسك عام 3000 عام 3000 تفهم معاه باش نشري بين برش شنو هو باش نشري بين برش تفهم معاه يا هايش يا تايش لحظه هايش فلوسك راه هو ماشي فك وين فلوسك معلم انا ربحت هو موش معاك
ليه يعني في بالي معك تفهم عطيه فهمني هو ترميه وعلى ترميه طبعا لحظة يا حا لحظة لحظة باهي يا دوش تفهموا باش تفهموا لحظة 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 تفزرنا غادي شاركت معنا بالكاميرات خفية على القناة الجنوبية حابين نضحكوا شوية قولوا باي باي يا رحم باي قولوا باي 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 باي